وللمزيد معنا من لندن المحلل السياسي سامر خليوي. أهلا بك أستاذ سامر على شاشة حلب اليوم. بداية، ما هي أهمية أستانا 11 مع عدم تبقي أي مناطق لخفض التصعيد سوى إدلب؟ نعم، يا حقيقة في كل اجتماع للأستانة نضع أيدينا على قلوبنا، لأنه في كل اجتماع يتلوه مصيبة تقع على الشعب السوري وتضر الثورة السورية. أنا أعتقد أن الملف الذي سيكون أكثر أهمية هو مناقشة ما يسمى باللجنة الدستورية، خاصة بعد تعثر هذه اللجنة وأيضا بعد تعثر اللقاء الروسي التركي منذ عدة أيام، وتم إحالة هذا الملف للرئيس أردوغان الرئيس الروسي بوتين ليتم الوصول إلى اتفاق بشأنه، وبعد ذلك يمكن أن يتم تسويقه من خلال الأستانة. وللعلم أن الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش هو غاضب جدا من روسيا بعد أن خذلته وخذلت الأمم المتحدة روسيا عندما لم تلتزم بما اتفقت عليه في سوتشي، وأيضا لم تلتزم ما اتفقت عليه أيضا مع ديمستورا، وخاصة فيما يسمى باللجنة الدستورية، حيث كان متفق أن يتم تشكيل 50 اسما التي هي من صالح ديمستورا، ولكن روسيا وإيران اعترضوا على ذلك وطالبوا أن يتم الموافقة على هذه الأسماء من قبل روسيا وإيران. وأيضا بعد ذلك تلاه لقاء ديمستورا مع وزير خارجية النظام في دمشق الذي طالب بثلثي أعضاء اللجنة وترأس هذه اللجنة، وطالب أيضا في أن تكون اجتماعات في دمشق. أنا أعتقد أن هذا هو سيكون الموضوع الأكثر أهمية الذي سيتم مناقشته. إذا ما الذي حققته المعارضة إذا في ظل كل ما يجري الآن وفي ظل تحليلك عن الموقف الروسي أيضا؟ حققت هؤلاء الذين يدعون ممثلين المعارضة حققت إنجازات كثيرة وكثيرة جدا، أدت إلى تمكن النظام من السيطرة على 56,000 كيلومتر مربع، أدت إلى إلغاء قرارات الأمم المتحدة، أدت إلى عدم المطالبة ببيان مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن 2254 الذي طالب عند بداية المفاوضات أن يتم إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وفك الحصار. وأيضا قدموا إنجاز آخر عندما قبلوا أن تتحول المفاوضات من جنيف إلى الأستانة وإلى سوتشي. هذه كلها إنجازات تحسب لهؤلاء الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم يمثلون الثورة السورية. أنا أعتقد هؤلاء ليسوا إلا مجرد أدوات يأخذونهم إلى هناك كي يوافقوا على كل ما يتم الاتفاق عليه، فهم لا دور لهم، مثلهم مثل نظام بشار الأسد المجرم الذي أيضا ليس له أي دور في هذه المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر من لندن المحلل السياسي سامر خليوي.